سؤال احد المتابعين واللي كيقول فيه بانه يلا خذ سياره جديده، الطريق اللي كيدوز منه هو فيه بزاف ديال مخفضات السرعه. هاد السائق المبتدئ كيقول بانه كيكون غادي بالمستوى الثالث ديال السرعه بالطروازيام، فاش كيوصل لشي دوطان كيخفض من السرعه ولكن ما كيرجعهاش دوزيام، ما كينزلش مستوى ديال السرعه من طروازيام لدوزيام. كيقول لك واش هاد المساله واش هي مضره او لا، واش هاد المساله هي مزيانه للطوموبيل؟ كيف ما شرحنا حنا في الدرس 59 من سلسله دروس تعليم السياقه من الالف الى الياء، امتى يمكن لك تزيد من مستويات السرعه وامتى يمكن لك تنزل من مستويات ديال السرعه. وهذا الفيديو هذا غادي نخليه لكم في الوصف او لا في اول تعليق. على العموم حنا غادي نمشيو في الطريق نحاولوا نشوفوا الا لقينا شي دودان او لا اي حاجه اللي غتخلينا ننزلوا مستوى السرعه من طروازيام لدوزيام. كيف ما كتلاحظوا معايا دابا انا غادي نزيد شويه في السرعه باش ندير طرواز. دابا انا غادي طروازيام، وصلت للدودان خفضت السرعه ولكن ما نزلش مستوى ديال السرعه. واخا نخلي الطوموبيله في نقطه الوصل، انتم لاحظوا نخليها في واحد نقطه الوصل واحد المده عابش غادي نحيدها. علاش؟ لانني ما قراطيتش الفيتاس، وهاد القضيه ما كنصحش بها لانها كتضر الديسك لومبرياج. بينما الصواب هو انني ملي نكون غادي بالمستوى الثالث من السرعه بمجرد ننزل السرعه اللي كتوالم المستوى الثاني كيخصني ننزل المستوى الثاني وما نخليهاش المستوى الثالث. طروازيام انا غادي بطروازيام دابا سرعه تقريبا 50 كيلومتر في الساعه، ولكن لقيت واحد الدودان. هنا ما كاينش شي دودان ولكن غنتخيلوا بحال عندنا شي دودان مثلا. جيت انا درت الفران، من بعد تبعته لومبرياج، نزلت السرعه جدا، هبطت على 30. هنا هاد السرعه غير مناسبه للطروازيام. الا جيت حيت لومبرياج ما فتش الدودان وحيت لومبرياج شي الطوموبيله بدات كترعد، ضروري خصنا نرجعوها للدوزيام، وذلك حفاظا على الحاله الميكانيكيه ديال السياره باش يبقى عندي الديسك لومبرياج مزيان، لان هذا الشيء كياثر على المدى القريب او على المدى المتوسط. حيت كاين اللي غيجي يقول لك انا ما فيا لي كراطي مثلا، انا تقلت مزيان درت لومبرياج درت على دزت على الدودان طلقت نصف لومبرياج خليتها طروازيام نقدر نكسير شويه واحد المده عاد نطلق لومبرياج. هذه لا غلط، ما نديرهاش. هذاك الشيء اللي غيخليني انا شاد لومبرياج في نقطه الوصل واحد المده طويله راه هو اللي غيخليني انني نكراطي الفيتاس الدوزيام عادي ونكمل طريقي. فوالا عادي كيف ما كتلاحظوا، بحال دابا مثلا انا غادي طروازيام، ها هو دودان سهله جدا، ها هو طروانا طروازيام. فوالا انا غندير الفران لومبرياج مباشره ونرجع دوزيام ونطلق لومبرياج شويه تدريجيا. انا حيدته كامل دابا فوالا، دزت بهدوء على الدودان وحتى السرعه نزلت ليها السرعه اللي مثلا فاش نزلت السرعه نزلت حتى مستوى ديال السرعه عادي جدا. انا درت طروازيام، نقدر ندير الفران وكتغادي على دودان؟ الفران بوحدو؟ اه الفران بوحدو. وانت طروازيام؟ اه. واخا نجربوها، وبغيت نتقل مثلا كان شي دودان عالي بحال هذا انا غندوز عليه طروازيام. هنا الا جيتي درتي غير الفران بوحدو وبقيتي شاد الفران باش تنزل السرعه مزيان، شوف لاحظ الطوموبيله بدات كترعد شا، لانك بديتي كتفراني الموتور، انت وليتي غادي بواحد السرعه اللي هي مناسبه ديال الدوزيام راه غتبدا ترعد لك ولا تقدر تسكت ليك. علاش؟ لانك ما نزلتيش مستوى ديال السرعه كيف ما شرحت في الاول. بحال دابا هنايا انا دوزيام ايه نقدر ندير الفران بوحدو شويه هبطت السرعه، حيت علاش؟ حيت انا ديجا دوزيام ما نحتاجش نكراطي، ولكن الا كنت طروازيام ولا كطريام ونزلت السرعه لان هاد الدودان خصني ندوز عليه بواحد 20 ولا اقل على حساب العلو ديال داك الدودان. انتم لاحظوا هو دودان هاي دابا رون بوان، حنا دابا رون بوان ما نقدرش ندور عليه بطروازيام، كاين دودان ها هو الشيء. غندير الفران لومبرياج ونكراطي، هاي نزلت السرعه هبطت تقريبا وصلت ل 20 وانا غندوز على الدودان بواحد السرعه ديال 15 او 18 او 20 على حسب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.